ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا، بما أنه الكل اليوم عم يحكي حكايات، فكمان أنا بدي أحكي لكم قصص وحكايات، بس مو من تبع قبل النوم، من تبع الملايين. راح أحكي لكم قصص عن أثرياء العالم يلي بلشوا بقرش ووصلوا للملايين. ما رح أحكي عن المشاهير يلي كلنا صرنا منعرف قصتهم، مثل مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، أو ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، أو بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت. رح أحكي عن مشاهير غيرهم بلشوا من القرش ووصلوا للملايين. خليكن على السماء. أول شخص رح أحكي عنه هو والت ديزني، مؤسس أكبر شركة ترفيه وصناعة كرتون وأنيميشن بالعالم، يلي انطرد ببداية حياته العملية من إحدى الصحف بسبب ضيق مخيلته وعجزه عن ابتكار قصص جديدة. أسس استوديو صغير خاص فيه، بس فلس سنة 1924 بعد سنتين من تأسيسه، وكان رح يفلس مرة تانية سنة 1937 لولا فيلم الكرتون سنو وايت والأقزام السبعة. مع مسيرة عمل ونضال طويلة، اليوم شركة ديزني من أضخم الشركات بالعالم، وحققت إيرادات بالربع الثاني من 2016، يعني بشهر 4 و5 و6 من هالسنة 2.1 مليار دولار. منيجي للشخص الثاني، هو هنري فورد، مؤسس شركة فورد العالمية للسيارات. بسنة 1901 فشل هنري فورد بإنتاج نموذج سيارة بمحرك بيشتغل على الوقود، فقرروا المستثمرين حل الشركة، بس قدر فورد يقنعهم يعطوه فرصة تانية. بس هالمرة قرروا المستثمرين يحطوا مشرف على عمل فورد يلي ما حب الفكرة وترك الشغل، بس الفكرة ما انتهت، وضل فورد يدور على مستثمر لحتى اجتمع بألكساندر مالكوميسون. هالمرة أنشأ فورد خط إنتاج وصمم سيارة من ابتكاره بالكامل، واللي هي سيارة فورد موديل A اللي بلشت فيها شركة فورد رحلتها العالمية لحتى وصلت أرباحها ببداية 2016 ل 2.5 مليار دولار. مين ما بيعرف سلسلة مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي؟ صاحبها هو العقيد هارلين ساندرز ديفيد، يلي ترك دراسته مشان يشتغل. اشتغل كرجل إطفاء وموظف مبيعات بشركات تأمين وموظف مبيعات بشركات إطارات السيارات، واشتغل كمان بكازية وبوظائف تانية كتير، تعرض فيها للطرد من العمل عشرات المرات لحتى أسس فندق صغير ومطعم، بس احترقوا بسنة 1939. رجع فتح مطعم جديد وسكره بسبب الحرب العالمية الثانية، ورجع بعدها يشتغل موظف بالمطاعم لحتى ابتكر وصفته السرية للجاج المقلي، وباعها أول مرة بسنة 1952 لتبلش من هون قصة نجاح الشركة اللي صار إلها اليوم أكثر من 16 ألف مطعم حول العالم. أوبرا وينفري، مقدمة البرامج الأمريكية المشهورة، تعرضت للطرد من أول شغل إلها كمذيعة بمحطة تلفزيونية، وتعرضت لكثير من التمييز والمضايقات بسبب لونها. اليوم أوبرا هي من أهم مقدمي البرامج التلفزيونية وأكثرها مشاهدة حول العالم، وبتقدر ثروتها بحوالي 2.9 مليار دولار. هدول كانوا بعض الشخصيات يلي بلشوا مشوار الملايين بحياتهم بفشل، بس لأنهم ما استسلموا وآمنوا بقدراتهم وصلوا للملايين. أكيد وصلت الفكرة. ضلوا بخير. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.